من أسباب الفرقة أيها الإخوة كثرة الخلاف في أمور الدين، ليس في الثوابت في العقيدة وفي هذه الأمور التي لا يمكن التنازل عنها، بل في جزئيات جزئيات الجزئيات. وهذا دور أعداء الدين الذين يشككون الناس في دينهم، يكثر الاختلاف، اختلاف حول سنة من السنن، وكل السنن عظيمة لأنها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها توحي بإيمان هذا الإنسان الذي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، مهما كانت هذه السنة صغيرة. لكن أن تأتي إلى سنة وتجعل منها مسار خلاف بين المسلمين ومسار اقتتال وفرقة وبغض وخلاف وخصام فوق ما نحن نعانيه من أعداء الله، هذا سبب عظيم من أسباب تفرقنا.